دي يا كابتن حسن، وعايز اسالك على اتنين لعيبه هيبقى دورهم ايه في المنتخب الفتره اللي جايه. امام و اتلاقي كده زودتهم وزيزو. امام عاشور وزيزو وعمر مرموش. سؤال صعب بصراحه، بس هو الراجل عنده مرموش رقم واحد. يعني مين الراجل؟ كان 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 كارلوس كيروش. لا هو برضه ده فيكتوريا، هو بيحب مرموش يعني. من الواضح، لان حتى لما تريزيجيه جه بس برضه تريزيجيه اتصاب، بس كان مرموش رقم واحد عنده. يعني لما يجي يرجع يلعب مرموش. ماشي، قلت مين التاني؟ زيزو. امام عاشور وزيزو. امام بسبب المشاكل اللي هو حصلت له الفتره اللي فاتت، انا شايف ان امام احسن واحد في التلاتة اللي موجود يعني. يعني صراحه لو بعد عن المشاكل وبعد عن اي حاجه، لازم يبقى رقم واحد في منتخب مصر. زيزو الناس كلها حصراه في نقطه ان هو لازم يلعب ناحيه اليمين. لا، زيزو لازم يلعب هنا او هنا او هنا. بس الراجل ده ذكي جدا، ذكي جدا جدا. هو الدنيا كانت مقلوبه على زيزو، وزيزو وخدوا الدوري فهو كان عايز يخلص على زيزو. مين اللي خلص على زيزو؟ هو كان عايز يخلص يعني من الضغوط، مش هقول يخلص عليه، مش يخلص عليه ان هو يعني من الضغوط جمهور نادي الزمالك عليه، فلعبه في نص الملعب، لعبه 8. فزيزو ما اداش الدور اللي هو عايزه، فهو كده عمل اللي يعني باين للناس كلها انا لعبت زيزو. يعني هيبقى معايا في المنتخب بس ما استنوش يلعب 8. يعني لو حطه كجناح ودخل صلاح في اي لحظه من اللحظات مكان مصطفى محمد ولعب كجناح، في ادوار لزيزو ممكن ياخدها غير دور 8، بس هيتبقى يعني دوره قليل. مش هياخد يعني مش هيلعب ماتش. وانا اتصور ان زيزو مع الراجل ده هيبقى ليه دور كبير، عشان زيزو كابتن الثلاث اسامي اللي انت قلتهم دول ليهم دور جامد مع الفرقه. يعني افتكر كلامي، انت بتتكلم على وقت ولا يعني هياخدوا الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه اساسا هو عنده 18 لعيب، هم دول مجموعه حلوه.